وهنا ننتهي من درس هذه السورة وأتكلم عن سؤال مهم جدا وهو أن بعض المتكلمين المحاضرين الذين يسمون أنفسهم إلى أنهم مفتون في بعض المذاهب قالوا إن عيسى بن مريم عليه السلام مات موتة كاملة وأنه لا يرجع وأن رجوعه مذهب النصراني وهذا كلام خطير جدا والعياذ بالله. And now we have completed, inshallah, just talking about these verses. So we'll resume these verses, inshallah, in the next class. But لكن اسمعوا يا مشاهدون اسمع أعرف أنكم مئات فاسمعوا. Now, oh listeners, listen, pay attention to this matter because some we need to discuss this topic in relation to these verses that some of the speakers nowadays have mentioned to correct this misconception that some who even refer to themselves in their madhab as muftis. And they said that Isa alayhi salam in fact has died a complete death, and his resurrection is in fact a Christian belief and not a Muslim one. قال أن رجوع عيسى وأنه سيقتل سيجاهد على دين النبي صلى الله عليه وسلم وسينشر الإسلام هذا مذهب النصراني. اسمعوا. That they said that the return of Isa alayhi salam and that he would fight the Dajjal and that he would be resurrected and so on. This is a Christian belief. اسمعوا هذا ما أنزل الله به من سلطان هذا ما أنزل الله به هذا المذهب هو مذهب النصارى فإن كان هو يقول هذا مذهب المسلمين مذهب النصارى فهو مذهب هو مذهب لا نصارى ولا يهودية ولا مسلم مذهب جديد. So this is in fact that is لا أنزل الله به من سلطان. There is no proof of this. This is in fact what the Muslims believe, and this is so if this person is saying that this is what the Christians believe is what the Christians believe, and what the Muslims believe is also what the Christians believe. And this person has not believed what the Muslims believe or what the Christians believe. ونسب ذلك إلى مالك. And the sad thing is that they ascribe this to Imam Malik. اسمعوا المفسرون قاطبة جميعا عندما يقول غالبهم عندما يقول قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. انظروا الطبري وانظروا القرطبي وانظروا الرازي وانظروا الصابي وانظروا إن شئتم ما شئتم إني متوفيك ورافعك إلي. قرن في الآية تفسيران إما أن يكون رافعك فهو على التقديم والتأخير لأن الواو لا تفيد الترتيب إن رافعك ومتوفيك بعد هذا وهذا هو الذي يناسب الآيات لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم قال كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم وجاء في حديث مسلم أن عيسى ينزل عند المنارة الشرقية في سوريا وجاء في ألف حديث والإمام القرطبي ذكر في التذكرة ما لا يحصى من الأدلة فهذه أدلة كثيرة لا نحتاج إليها قرنوا على التقديم والتأخير والواو لا تفيد التقديم ولا التأخير فهذا اشتراك فقط في التوفي أن الله تعالى وليتولى التوفي أن النصارى كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه أن الذي يتوفاه الله بنفسه سبحانه جل جلاله أن النصارى ما قتلوه هذا تصديق للآية الأخرى أن الله أن النصارى لم يقتلوه إني متوفيك أنا هو الذي أتوفاك لكن كيفية التوفي سكت العلماء عنها. So then this verse where Allah subhanahu wa ta'ala says that I will إني متوفيك that I will deliver you and I will a word that is can be translated to that I will cause you to die one take into consideration that the verse does not say على التقديم والتأخير إني رافعك إلي ومتوفيك the way that is mentioned that it is mentioned in a way that it is not indicating any particular order that Allah subhanahu wa ta'ala is the one Allah says and I will cause you to die and I will raise you to me it is used من أهل عصمة كما قال في الآية وما قتلوه وما صلبوه أخبر الله تعالى أنه هو الذي سيميته بنفسه. But Allah subhanahu wa ta'ala has clarified that when Allah is saying that in a different verse that وما قتلوه وما صلبوه that they did not kill him nor did they crucify him ولكن شبه لهم but it was made to appear that way for them. فالآية على التقديم والتأخير والواو لا تفيد التقديم ولا التأخير الاشتراك فقط. So then this verse is إني رافعك ابتداء. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who is doing these two things. It is not mentioned. معناها رافعك ابتداء ومتوفيك أنا بنفسي. It is not saying that that this is the order in which those things happen. In reality, this verse means that Allah subhanahu wa ta'ala will I will ascend you and I will ascend you to me and I will also cause you to die, meaning later on.
نعم فالواو تفيد الاشتراك كما نقول جاء زيد وعمر جاء زيد فهو جاء فقط ما لازم يكون زيد جاء هو الأول أو عمر جاء أول هذا الاشتراك في المجيء. So this and that is the type of and that is the type of wa that is being used here means that these two things are both things that are being done not necessarily in a particular order as in the statement that Zayd الاشتراك فقط الاشتراك في الرفع والتوفي من الله تعالى لا من اليهودي meaning that both of these things are from Allah subhanahu wa ta'ala not that one is in a particular order such as the statement that one would say that Zayd and Umar came it doesn't mean it doesn't mean that Zayd is the one who came first and then Umar came in second so it does not indicate in any way an order of those ولكن كما قال الشيخ مختار بن بونا رحمه الله تعالى رب كفر ناشئ مسببي عن جهل شخص بلسان العرب كثير من الكفر ناشئ الان بجهل الناس بلغه العرب so then as it was mentioned that a lot of the disbelief that is occurring today is from people's ignorance from the Arabic language فهو على التقديم والتأخير هذا قول كثير من العلماء تنظرون الرازي والطبري والقرطبي والصاوي وغيره أن رافعك ومتوفيك أنه هو الذي أتولى توفيك وهذا مناسب للآية الأخرى أن الله تعالى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فالله تعالى أخبر أن كيفية الموت منه سعالة ولكن ما أخبر متى ستكون ولا أنها وقعت وما وقعت So then this verse, now you take these two verses One that Allah is saying, I will be the one who delivers you, I will be the one who causes you to pass away, and I will raise you to me. And the other verse that Allah says, and they did not kill him. And you put these together, it is clear to understand that they did not kill Isa alayhi salam, but rather Allah subhanahu wa ta'ala is informing us that once Isa alayhi salam passes away, it will be Allah subhanahu wa ta'ala who is causing him to pass away, and that he will not be killed. Also Allah subhanahu wa ta'ala is referring to Isa alayhi salam's ascension. So there's no order that is being given in that verse. وهذا هو الذي يوافق الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري ومسلم قال كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم يعني المهدي إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مكان نزوله في المكان الشرقي المنارة الشرقية في سوريا في دمشق فهي سيكون هناك نزوله وهذا تواترت به الأحاديث الصحيحة تواترت الأحاديث بذلك So rather the verse actually if it is mentioned in order it would be that I would ascend you to me and then cause you to die later on And then also there are several hadiths that where the Prophet ﷺ mentions the resurrection of Isa alayhi salam, that he would say that how would your state be in that state where you have your imam amongst you and Isa alayhi salam descends. And the imam Hadith al-Bukhari wa Muslim. Hadith al-Bukhari and Muslim where it is mentioning the imam meaning the Mahdi and the descending of Isa alayhi salam. And it clarifies further in a hadith in Muslim that the descending of Isa alayhi salam once again, the resurrection, the re-descending of Isa alayhi salam would be not a resurrection, forgive me, would be in Syria, in a particular minaret in the southeastern minaret. فهذا هو تبيين النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل فالحديث يبين القرآن الحديث يبين القرآن فالقرآن الحديث يفسره So then here الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن لتبين للناس ما نزل لهم فبين طريق نزول عيسى وأنه لم يمت Here we have one of the cases that Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran and we have revealed to you the remembrance لتبين للناس ما نزل إليهم تفسر لهم ما نزل إليهم So that you may clarify to the people that which was revealed to them So that which is now these hadiths are and they're giving us details in fact about what those verses mean and how Isa alayhi salam would once again be brought down into this فمن قال إن عيسى عليه السلام من قال إن رجوعه مذهب النصراني معنى نقال النبي صلى الله عليه وسلم نصراني So then whoever says اسمعوا قال عيسى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا نزل ما هو معنى النزول So then, نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم اسمعوا مذهب النصارى اسمعوا مذهب النصارى على رأيه Listen to what that person said is the opinion of the Christians This hadith directly says How would your state be if Isa alayhi salam descends upon you What does descend mean?
He descends upon you while your imam is with you, while the Mahdi. لماذا ما يقول كيف بكم إذا بعث فيكم ابن مريم إذا بعث وخرج من القبر. So why didn't he say resurrected? You know, emerged from the grave, etc. He said he would be descended upon you. So whoever says then that this belief is Christianity, then this person is saying that the Prophet صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب النصراني على مذهبه حديث صحيح البخاري ومسلم. That he's saying that the Prophet صلى الله عليه وسلم is teaching the Christian belief. والأحاديث المتواترة التي لا يحصيها إلا الله. In the hadith in Bukhari and Muslim and the كم من حديث تواترت به الأحاديث ليس حديث فقط ولا اثنين ولا ثلاثة. And there's so many other hadiths also that are being mentioned and of the highest level of hadiths. ومن أراد الأدلة على ذلك فعليه بالتذكرة الإمام القرطبي تذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. So then whosoever wants to see these hadiths and see further proofs, then they should read التذكرة by القرطبي. It is the book, the reminder in reference to the state or the situation of the Day of Judgment, or the leading up to the Day of Judgment. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه البخاري وغيره مر بعيسى عليه السلام في السماوات وأخبر عنه أنه هو ويحيى عليه السلام في بعض السماوات. And it was also mentioned, of course, that the Prophet صلى الله عليه وسلم had met عيسى عليه السلام في السماوات above the heavens, in the heavens. وقول آخر ضعيف أن الله تعالى توفى عيسى عليه السلام ساعات وأحياه. If there is a weak narration or a weak statement or opinion that that Allah subhanahu wa ta'ala had caused Isa alayhi salam to die for a few moments or a few minutes or a short period of time and then resurrected him after that. لكن إنكار الرفع خطير. الله تعالى قال رافع إني متوفيك ورافعك إلي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رآه في السماوات. فمن أنكر الرفع فعليه بالدليل هذا خطير جدا. But then denying the ascension of Isa alayhi salam is very dangerous because Allah says and I would ascend you to me. إلى مكان قبولي مكان رفيع. Meaning than a place of acceptance, elevated and exalted. الله تعالى ليس له مكان ولا زمان. Because Allah subhanahu wa ta'ala is not confined to a space. ليس في زمان ولا مكان. وهناك من يستدل بقول ابن عاشور رحمه الله تعالى التونسي فهذا عالم جليل مفسر ولكن اسمعوا قال الإمام البناني المغربي الذي توفي قبل 300 سنة أن حكم قضاة هذه الأيام لا يقبل أنهم ليسوا مجتهدين ولا قريبون من العلم في تلك الأيام في أيامه هو فإذا جاء أمر من المتأخرين كمئة سنة وما بعدها ولم يوافق الأقدمين فلا عبرة بكلامه. And some ابن عاشور في تفسيره هذا عندنا. So then فاغتر به بعض الناس. Some mention they reference the statement of Ibn Ashur, who was a Tunisian تونسي مفسر الجليل العظيم. Scholar of interpretation of the Quran. فهو جليل عظيم وعالم. He's a great scholar and he's very knowledgeable. But then at the same time, it was mentioned by one of the scholars of his time. He said that the البناني قبله هو متأخر ومن 150 ولكن البناني قبل 300 سنة. البناني, who was before, 300 years before him. قال حكم قضاة أقوال العلماء الآن التي لا توافق الأقدمين لا تعتبر. So he said that the statement of the scholars today and the judges today, if it contradicts the statements of the people of the past, of the scholars of the past, then it is not accepted and not. أنا من بعد السيوطي المئة التاسعة والألف هذا لا يقبل أقوالهم إلا إذا وافقت الأقدمين. فكل ما شذ من كلامهم لا يعتبر. So after the 10th. لأنهم لا أهلية لهم. So after the 10th and 9th centuries, or the 10th and 11th centuries, there's no more, you know, room if those scholars disagreed and their statements contradicted all of the scholars of the past. Then that one statement would not be accepted. مع أن ابن عاشور لم يذكر رفعه هو قال بموته وهذا قول ولكنه للأسف لم يبين أقوال العلماء في ذلك فالعلماء قالوا إن ما مات وهي قول ضعيف هو وحيه أما كونه أنكر رفعه ورجعه فهذا لم ينكر حاشاه من ذلك لم يقل ذلك أنا نظرته بعيني. ابن عاشور لم يكن معهم في أن يقول الرجعة مذهب نصراني لا هو يعتقد الرجوع ولا حديث اثبتها فهي لا شك فيها لكن يقول انه مات وهذا كلام هو فقط يقوي القولة الضعيفة ولم يبين انها لوقت قصير. And Ibn Ashur he did not even say لم ينكر الرجعة والنزول لا حشا. He did not deny the
the descending of Isa alayhi salam or his return. He did not say that that was a Christian. Simply, all he had said was that Isa alayhi salam had died, and he did not specify the statement of the scholars that it was for a short time. And so, in reality, he was just aiding that weak opinion, and he was not saying this. And he was not with this misguided sect that is saying these things. رجوع عيسى تواترت به الأحاد الصحة والمتواترات لا يمكن ردها. And this is the return of Isa alayhi salam is something that is so widespread. It is at the level of tawatur, which is something that is in impermissible to reject in Islam. قال بعض العلماء رجوعه للأرض مثل الشمس من ظهور الشمس ما يحتاج إلى. The scholars have mentioned already that his return. نزوله للأرض مثل الشمس كما تظهر الشمس هذا شيء واضح. That his return, his descending back to this earth, is something that is as clear as the sun. أوضح من شمس النهار. Is clearer than the sun during the day. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عزبا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا غائبا إلا حفظته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك ضمننا بها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رضتنا وأن تغنينا عمن أغنيته وعنا من خلقك. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي لها منقلبي. اللهم ألف على الخير بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتقضى به الحوائج وتنال به الآمال وسلم عليه وعلى آله وصحبه كل ما هدى ونسمع عدد كل ما علم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم كل ما حتى نسمع عدد كل ما علم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السجيات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلايات من جميع الخرائط الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته ولبيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Quick clarification for this. So the people also said that if Isa alayhi salam was going to come down, there's going to be a worldwide event, and everybody's going to see this. Then there is going to be no test of faith. Yeah, it's going to be keep on. It's going to be like a kind of like a miracle where people would have to bear witness to that. So what do the scholars say for that type of? وسيحكم في الأرض عدلا. يقول أن يعني إذا كان نزول عيسى عليه السلام يعني شيء واضح ويراه كل الناس
فهذا يعني فانتهى بعد ذلك يعني يزعمون أن من يرى هذا لابد أن يؤمن يعني ذاك ما تنفع نفس إيمانها ذلك الوقت لا ينفع نفس إيمانها وَمَا يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ. As Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, وَاللَّهُ تَعَالَى قَالَ مَا فِي نَصْرَانِ بِدَوْسِ يُؤْمِنُ بِمُوسَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ لَكِنْ ذَلِكَ لَا يُفِيدُهُمْ. كُلُّ نَصْرَانِ الآن سيموت عندما يكون قريب من موته سيؤمن بعيسى لكن لا يفيد هذا لا يفيد هذا عندما يقرب الإنسان من الموت الغرغرة وعندما تأتي أشراط الساعة لا ينفع الإيمان. So once, يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت. So in summary, if a as Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, that once the signs of the day the signs come from your Lord or some of the signs from your Lord, and once the sun rises from the west, then لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. Then anybody's faith at that moment would be كفر عنه. نعم هو هذا عند الآيات ولكن أيضا عند الغرغرة أيضا شيء آخر عند الآيات فهذا سيكون قبل المهم أن مثل ما تأتي أشراط الساعة لا يفيدهم لا يفيدهم لا يفيد لا يفيد هو مو عيسى عليه السلام سيأتي حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هم النصارى الآن لا يفيدهم كل من يموت الآن من النصارى من يكون قريبا من الموت حتى أيضا ولو قريبا من الموت سيؤمن بعيسى عليه السلام ويعرف أنه عبده لكن هذا لا يفيده لأنه قريب من الغرغرة وكذلك أيضا الذين سيرونه بعد آخر الزمان عندما تأتي أشراط الساعة أي لا تنفع الإيمان عندما تأتي أشراط الساعة الكبرى لا ينفع الإيمان لا ينفع عنه وجاء مجددا فقط لدين النبي صلى الله عليه وسلم وليس الرسول وجاء مجددا لدين النبي صلى الله عليه وسلم. So despite him you know coming to return to once again you know guide people to the deen of Muhammad صلى الله عليه وسلم The people who would see this, who would see an obvious sign, and once it's too late, once they've already rejected and rejected and rejected, and once the Dajjal is killed, then it's too late for them to believe, and their belief would not be counted. And Allah says that for all the Christians, that they would accept Islam before their death. Even now, that if a Christian person is dying, and they had believed that Isa alayhi salam was the son of God, then Allah subhanahu wa ta'ala would show them, and they would see, and they would believe. ويوم القيامة أيضا. Now and in the day of judgment, Allah says that there is none of them except that they would believe in him, meaning that as the slave of Allah subhanahu wa ta'ala and not as his son, before his death, Allah says that the Quran, and then on the day of judgment, that he will be a witness against them. So then that belief that they will have will not benefit them. SubhanAllah.